الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فلقد خلق الله عز وجل الإنسان وكرمه، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن كرامة الإسلام للإنسان أن خلق له من نفسه زوجا ليسكن إليها، وجعل بين الزوجين المودة والرحمة. ولذلك نجد أن الإسلام دعا إلى الزواج ورغب فيه، والله عز وجل يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وما ذلك إلا لأن الزواج يشتمل على مقاصد كثيرة ونافعة، سواء كانت خاصة بين الزوجين أو للأمة جميعا، من إعفاف كل واحد من الزوجين لصاحبه، ومن تحصيل الولد، والولد زينة محبوبة طبعا ومطلوبة شرعا، كما قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وهكذا أيضاً تكثير النسل هو من مصالح الأمة، وفيه خلافة الإنسان للإنسان في الأرض، وبه تفتخر الأمة بكثرة عددها، بل والنبي صلى الله عليه وسلم بأمته يوم القيامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض هذه المصالح، كما في حديثه الذي جاء فيه الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يجد فليصم فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ونتفكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، في فوائد هذا النكاح. ولا شك أنه بالتقاء الزوجين يبنى العش الصغير أو البيت الصغير الذي يتكون في بداية أمره من الزوج والزوجة، ويترتب على هذا اللقاء وهذا الزواج الذي وصفه الله عز وجل بأنه ميثاق غليظ، كما في قوله سبحانه وتعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فلا شك أن الزواج هو ميثاق غليظ بين الزوجين، تترتب عليه حقوق من أحدهما على الآخر، وكل طرف التزم للآخر بحق، وإن كان له واجب فثم حق يقابله. وهذه الحقوق أكدت الشريعة الإسلامية الغراء عليها، أكدت على هذه الحقوق، وجاءت آيات تدل على ذلك، في قول مثل قول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وفي قوله: وعاشروهن بالمعروف. فكل ما هو معروف شرعا بوجوب هذا الحق لهذا الزوج على الآخر، أو اتفاقا مما يجوز اشتراطه والتوافق عليه، أو
عرفا مما تساكتوا عنه ولكن دل عليه العرف، فيجب أن يرعاه الطرف الآخر، وبهذا تسود المودة بين الزوجين والرحمة التي أخبر الله عز وجل وجعل بها وجعل ذلك من آياته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزواج لا شك الله عز وجل جعل بين الزوجين مودة ورحمة، والزواج في الأساس لا شك أنه سكن لكل واحد من الزوجين تجاه صاحبه، يشعر بالسكينة وبالهدوء وبالطمأنينة بهذا الزواج الذي يغتبط به كل واحد من الزوجين، وإنما يغتبط به إذا قام بالحقوق والواجبات. وقد سبق أن بسطت الحقوق الزوجية بين الزوجين في محاضرة مسجلة ومنشورة على بعض المواقع، ولكنني هنا أركز على الإخلال بهذه الحقوق واختلاف الزوجين وسببه بسبب بالأسباب التي تعترض حياة الزوجين. فالإخلال بالحقوق هو أحد الأسباب التي تختلف أو توجب الخلاف أو تسبب الخلاف بين الزوجين. ومن هنا نقول على كل واحد من الزوجين أن يرعى حق صاحبه الذي أوجبه الشرع أو أوجبه الاتفاق أو أوجبه العرف، وليحرص على حسن معاملته لصاحبه، المعاملة الحسنة البعيدة عن الجفاء، وأن يكون أيضاً ذا نفس قوية قادرة على امتصاص الصدمات ومعالجة الأخطاء التي تحدث في بيت الزوجية. فإنه قد يحدث أحياناً تقصير من أحد الزوجين تجاه صاحبه أو خطأ من أحدهما تجاه صاحبه، فالواجب هنا سرعة المبادرة إلى الحل الثنائي بين الزوجين لتلافي وتجاوز مثل هذه الخلافات وتغليب جانب العفو. فإنه أين الإنسان الذي ترضى سجاياه كلها، كما قال الشاعر: بل الإنسان كفى الإنسان نبلا أن تعد معايب. الإنسان ليس صالح السجايا من كل جانب، ولذلك هذا الخطاب يجب أن يصطحبه الزوج إذا أراد أن يلوم زوجته، ينظر إلى نفسه هل هو كامل الصفات والسجايا، وإذا رأت الزوجة أيضاً تقصيراً من زوجها تجاهها تنظر إلى نفسها هل هي كاملة الصفات والسجايا. ولا أقول أن هذا يتخذ وسيلة لإسقاط الحقوق، لكن وسيلة لإقناع النفس بألا تستقصي إلى آخر درجة، درجة الكمال في صاحبك الذي تجاهك. لا، إنسان يحدث فيه خلل، يحدث منه تقصير، ولكن الكيس الفطن هو الذي يقابل الخلل والتقصير بالمعالجة. إذا ذكر بادر بإصلاح ما عسى أن وقع فيه، ولا يدفعه الكبر والمكابرة إلى المعاندة وادعاء الكمال. وهذا أحد الإشكالات التي تحدث، يأتيك زوج يتشكى من تقصير زوجته، ولو باحثته وأخذت معه وأعطيت لوجدت عنده كثير من السلبيات تجاه زوجته. وهكذا بالعكس أيضا، تجد الزوجة أحيانا تسخط من بعض من زوجها لبعض التقصير عليه، ولو باحثتها لوجدت عندها بعض التقصير. كما قلت لا يتخذ هذا إلى تضييع حق الطرف الآخر، ولكنه يتخذ لإقناعه
بأن لا ينشد الكمال وأن يتجاوز أو يسارع إلى إصلاح هذا الطرف، هذا الطرف يسارع إلى تجاوز الأخطاء والتقصير، والطرف الآخر يسارع إلى إصلاح ما وقع فيه من تقصير. بهذا تستقيم الحياة الزوجية. والله عز وجل يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم انظر كيف خاتمة هذه الآية: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الخاتمة: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني لا يلقى هذه أول شيء نتيجة هذا التجاوز، نتيجة هذا التجاوز: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بعد ما كان هناك خلاف بهذا التجاوز، بهذا الصف، بهذا الإصلاح، السعي للإصلاح والمصالحة، بدل ما كان هناك خلاف وشقاق ومعاندة صار كأنه ولي حميم. ثم انظر كيف دعوة الإسلام شرع في الترغيب إلى هذه الصفة: وما يلقاها، هذه الخصلة الطيبة الحسنة مقابلة الإساءة بالإحسان، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا يلقاها إلا الصابر الذي يحسن معالجة الإشكال والمشكلات في بيته، وما يلقاها أيضا إلا إنسان صاحب حظ عند الله عز وجل، لأنه استطاع أن يتجاوز هذه المشكلات ويعيش مع إخوانه، مع زوجته، مع أولاده، يعيش هنية رضية ملؤها التفاهم والتراحم وحسن التعامل. وهذا ما يدعو إليه الإسلام ويرغب فيه. أيضا مما يقع من تقصير أحد الزوجين في حق صاحبه، وهو من أسباب تقصير في الحقوق، وهو من أسباب الخلاف، كراهية أحد الزوجين لصاحبه. فربما الرجل كره زوجته، لم يجد لها في قلبه محبة. ونقول هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تجد في نفسك لها محبة فاحذر أن تكون ذلك سبب لظلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرك، يعني لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. وهذا الذي قلناه: إنسان ما يسلط عينه فقط أو أعينه على النواقص والعيوب فقط، يعمل إيش؟ توازن. إنسان حسنات وسيئات، تقصير وتعمير وقيام وأداء للحقوق والواجبات. فأنت كما قال النبي: إن كره منها خلقا رضي آخر. ويجب أن يكون التعامل في هذه الحال أيضا بالرفق، فإن المرأة قد أحيانا لا تحسن إدارة الخلاف، وربما جنحت إلى العناد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى المسلم بأن يحسن معاملة الزوجة ويحسن إصلاح الخلاف الذي بينه وبينها. قال: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وكسرها طلاقه. وهذا الذي لا نريد المصير إليه، لأن بيت الزوجية يعني نشأ من اثنين، ثم صار دوحة تحته أطفال، أولاد، بنات، يجب المحافظة على هذا الكيان مهما أمكن. ولذلك الله عز وجل يقول: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذه إشارة أن حتى مع الكراهة ينبغي للزوج أن يصبر، لأنك ربما هذا الذي كرهته اليوم
يصير محمدة لك في عاقبة أمرك، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال العلماء في تفسيرها ربما كان في الأيلولة خيرا لهذا الرجل، فعسى من الله واجبة، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ربما رزقه الله عز وجل من هذه المرأة ولدا كان خيرا له في دينه ودنياه، وربما المرأة ادخرت له هذه اليد وعند حاجته من مرض أو شيخوخة تقوم به وتخدمه وترد إليه الجميل الذي أسداها له، والله عز وجل هو أصدق القائلين. ينبغي أن نستحضر هذه المعاني، وأن لا يدفع الإنسان مجرد الكراهية لزوجته أن يسارع إلى طلاقها وفراقها. جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه يريد أن يطلق زوجته لأنه كما يقول لا يحبها، فقال له النبي صلى الله عليه فقال له عمر رضي الله عنه: وهل لم تبنى البيوت إلا على الحب؟ فأين الرعاية والتذمم؟ أين حسن الرعاية بين الزوجين؟ أين حفظ العهود بين الزوجين؟ فعمر نبه إلى ما نبهت إليه الآية الكريمة: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عليك بالرعاية والتذمم، وليس كل شيء المثاليات التي تنشدها وربما لم تتحقق لك. بقي أن أشير في هذه النقطة إلى أن الإنسان إذا كره المرأة فلا يجوز له مضارتها ومناكفتها حتى تفتدي منه، كما يفعله من لا خلاق لهم. إذا لم يحب المرأة أخذ يضايقها وربما ضربها وربما ضايقها في التقصير في حقوقها إلى آخره، حتى تطلب الطلاق ويأخذ ما سلمه من مهر. هذا ليس من أخلاق المؤمن، بل ذلك منهي عنه. إن فعل ذلك من غير موجب كان ما أخذه حرام عليه، لأنه أخذه بغير سبيل حق. وأما النقطة الثانية هي حينما كراهية، يعني الآن تحدثنا عن كراهية الزوج لزوجته من أسباب الخلاف، بقي كراهية المرأة لزوجها. قد تكره المرأة زوجها، وهي نقول لها أيضا عليك أن تصبري عليه، لأن هذا ربما كان لك خيرا في آخرتك. فليس كل الأمور هي الحب. ما دام المرأة تستطيع أن تحافظ على بيتها وعلى أولادها وعلى الرعاية والتذمم والاستظلال بظل الزوجية، فلا شك أنه خير لها. تصبر وتصابر وتجاهد نفسها على ذلك، ولا تسارع إلى طلب الطلاق حتى يعالج الموضوع. يعالج إذا كان هناك سبيل للمعالجة، كما سوف يأتي، يعني صار خلاف واستحكم الخلاف، فيعالج بطريق إما ثنائي بين الزوجين أو بتدخل الأهل للإصلاح ونحو ذلك بالتحكيم. وقال الله عز وجل يقول: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. يسعى إلى الإصلاح ما أمكن، ولا يسارع إلى مجرد الطلاق أو التسرع للجوء إلى المحكمة قبل أن تسلك الخطوات الشرعية التي تعين على بقاء بيت الزوجية وعلى استمراره. النقطة من أسباب الخلاف بين الزوجين تخبيب الزوجة على زوجها، أو عكس تخبيب الزوج على زوجته، فكل ذلك محرم ومنهي عنه، وهو يعني تدخل الآخرين
إلى العصف بعواطف المرأة حتى تكره زوجه، حثها على فراقه. ولا شك أن هذا الفعل قبيح ومحرم في شريعة الإسلام. ليس منا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. لا يجوز، سواء كان وقع ذلك من الأم أو وقع من الأب أو وقع من الأخوات أو وقع من الصديقات، فلا يجوز لهن أن يقدمن على ذلك. ومن فعل ذلك فيشمله هذا الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعتموه. فليحذر هؤلاء أن يتدخلوا في الحياة الزوجية العامرة بتخبيب المرأة وإفسادها على زوجها بهذه الطرق السيئة، بل يتبادر إلى الذهن أن هؤلاء هم أحق الناس بأن يحثوا المرأة على الإمساك بحبل الزوجية، الأب والأم والأخوات والصديقات وغيرهم. المفروض هؤلاء هم الذين يحثوا على الحرص على حبل الزوجية والاستظلال بظل الزوجية لما فيه من المصالح للطرفين. ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تنساق وراء هذا التخبيب وتستجيب له من غير بأس من زوجها، فإن من فعلت ذلك فليست على خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. فالذي يخبب آثم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. والمرأة إذا استجابت أيضا فهي آثمة بنص هذا الحديث: أيما امرأة طلبت زوجها طلاقها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. وما ذلك في الشريعة الإسلامية إلا للحرص على حبل الزوجية والتمسك به واستدامته ما أمكن، لأن فيه الخير الكثير على نحو ما ذكرنا من مصالح الزواج. وهكذا الحال تماماً بتخبيب الزوج على زوجته وحثه على فراقها أو كراهيته. فلا يجوز لأهل الزوج سواء كان والد أو والدة أو أخوات أو غيرهم ولا أو أصدقاء أن يخببوه على زوجته وأن يكرهوه فيها. ومن فعل ذلك فهو آثم آثم آثم، لا يجوز أبداً. لأن كما قلنا أنت الواجب أنك تبادر إلى الإصلاح. ما أعنت على الإصلاح ولا حملتك نفسك على القيام بهذا العمل الهام طلبا للمثوبة من الله عز وجل، فلا أقل من أن تكف شرك عن هذا الزوج وعن هذه الزوجة، فلا تدخل بينهما وتحرض وتفسد. ويسأل كثيرون: ربما أمر الوالد ولده بطلاق زوجته، وربما أمرت الأم الولد بطلاق ابنها بطلاق زوجته، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز. وهل يجب الاستجابة؟ لا، لا يجب الاستجابة. وهل هذا من 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 العقوق؟ ليس من العقوق. وهل هذا إعراض عن البر؟ ليس هذا إعراض عن البر. إذا كان هذا الطلب من غير بأس في المرأة وإنما هو لمجرد أن الأب أو الأم كرهها أو الأخت كرهتها ثم تحمل الزوج على طلاقها، فلا شك أن هذا خطأ وتخبيب، ولا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك. جاء رجل إلى أحد الأئمة وقال: إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي. فقال: هل بها من بأس؟ قال: لا. قال: لا تفعل. قال: أليس عمر أمر ابنه أن يطلق زوجته؟ قال: حتى يكون أبوك مثل عمر.
لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه لا يأمر إلا بحق، وإنما أمر بذلك لأمر رآه واقتضاه نظره الصحيح. وأما مجرد أمره لتفريغ الأحقاد أو لأن فلان اختلف فلان الزوجة اختلفت مع أخته ولا اختلفت مع فلان وبالتالي يلا سرحها لأهلها، فهذا لا يجوز، ولا يجوز للزوج أن يفعله. كما قلنا في السابق أيضا الزوجة لا يجوز لها أن تقبل التخبيب وليس بزوجها بأس أبدا، وأنها إذا فعلت ذلك فهي آثم. فالمطلوب هو التوازن وحفظ المودة والرحمة وإعمار الحياة الزوجية ما دام الأمر ممكن، ودائما الأصل نحمله على الإمكان ومحاولة الإصلاح والتدخل بالإصلاح ممن علم هذا، سواء كان من الزوجين أو حتى إذا أحيانا قد يكون الانبعاث والكره من أحد الزوجين لصاحبه على نحو ما أسلفنا، أو تقصير أحدهما في حق صاحبه من غير تدخل أحد ومن غير أيضا، هذا يعالج بتقريب وجهات النظر والحرص ما أمكن على أن تبقى الأمور. تعال أنت عندك تقصير في حقوق زوجتك، نسمع من هذا ونسمع من هذا، نعم أنت مقصر، عليك أن تؤدي ما عليك من واجب. وربما أحيانا إحنا سمعنا من هذا من هذا نقول لا مطالباتك ليس لها وجه أو معها بعض الشيء وأنت معك بعض الشيء، نتكلم بحق وبعدل مع الطرفين حتى نقرب بين وجهتي نظرهم. وكما قلت التحكيم طريق شرعي جاء به القرآن الكريم من قوله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. هذا طريق رسمه القرآن. وإن خفتم الشقاق، الاختلاف بين الزوجين، تنافر الزوجين، سارعوا إلى أن يبعث هو حكم من أهله وهي تبعث حكم من أهلها، أو أي واحد فرد من صالح المسلمين يقول هيا بنا إذا طلع الشقاق وخرج وانتشر، هيا بنا نصلح بين فلان وفلانة، بينهم من أهلهما أو من غير أهلهما، بين فلانة وفلان قد وقع الخلاف بينهما، ثم نجتمع بهم ونحاول ونقرب وجهات النظر ما أمكن إلى أن يجتمعوا. هذا هو الطريق الشرعي، لأن الأصل هو الاجتماع لا الافتراق، ونبذل جميع المساعي والجهود للتوصل إلى الاتفاق ما أمكن. وإن لم يمكن فلم يكن إلا من سبيل إلا الفراق، فالله عز وجل يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان من غير ظلم لأحدهما على الآخر، فيسعى كل واحد. ولكن يجب أن يحرص الحكمان الذي يتدخل بين الزوجين الإصلاح أن يقصد الإصلاح، تحسن نيتهما بقصد الإصلاح، كما قال الله عز وجل إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهم، فيحرص على الإصلاح ما أمكنهم ذلك. فإذا خلصت نياتهم إلى الإصلاح فحري بهم أن يعانوا وأن يتوصلوا إلى المراد والمبتغى من الإصلاح بين الزوجين على الوجه الصحيح. هذا طرف من أسباب الخلاف الزوجي، وأيضا ذكر لبعض الحلول التي يسعى بها الزوجان لإزالة الخلاف بينهما. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.